ومصر هي المكان الوحيد اللي يمكن في نفس المناسبة وكمان نفس الجملة اللي تقدر تقول فيها بطل مصر الخاين العميل. مساء الخير، اهلا بيكم في حلقة جديدة من شوية الفضاء. الناس الاسبوع اللي فات نتكلم فيها، بس يا ريت قبل ما نبدا تنسوش لايك سبسكرايب على اليوتيوب شير في كل حته على السوشيال ميديا. يلا بينا خلونا نبتدي من نهايه الاسبوع اللي فات. يمكن بعد ما خلصت تصوير الحلقه اللي فاتت كان في انترفيو لغدا وادي مع عمرو اديب على البرنامج بتاعه. حاجه الانترفيو ده ما اضافش جديد، هو اثبت بس اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل كده، ان الاعمال بتاعتها مسوقه، هي ما عرفتش تدافع عن نفسها خالص. حتى عمرو اديب يعني كان من تحت لتحت كده بيتريق عليها، لا يعني ما فيش كلمه من الكلام. الفكرة ان هي لسه في دفاع مستميت عنها، مش فاهم ليه، وابتدى يظهر ناس على السوشيال ميديا بيدافعوا عنها، وده غريب جدا بالنسبة لي. واللي ابتدى بقى الموضوع اتطور الى ان ناس بتتكلم ان موقف عيلتها اللي ضد الاخوان هو اللي مخلي فيه هجوم عليها، وناس تانية بتتكلم مصر كل حاجة فيها بايظة، والناس اللي بتستعمل البرامج مش بتستعمل البرامج الاصلية. فيعني جات على غدا بالي، حضرتك انت بتتكلم في مشكلة ويعني هو الوضع سيء، وانت بالتفصيل بتاعه وصفت يعني باكثر سوء، لكن ده ما يديش مبرر لغدا والي باي شكل من الاشكال. والصراحه احترمت الموقف بتاع نقابه الفنون التشكيليه اللي طلعت بيان وانتشر عبر السوشيال ميديا بتتبرع من اي عمل منسوب لغدا والي، وده صح وده اللي المفروض يتعمل، لان الملكيه الفكريه حاجه مهمه وخصوصا بالنسبه للفنانين. الفنان ما عندوش اي حاجه غير الارث اللي بيسيبه من بعد ما يمشي، فلو العمل مش بتاعه خلاص كده يعني المصداقيه والصبع وكل حاجه بالنسبه للفنان بتكون راحت. وعلى فرضيه زي ما هي قالت ان هي عندها عملاء وهي بتسمع الكلام بتاعه، خلاص كانت تقول العميل طلب كده وانا عملته له، لكن ما تقولش انا رسمته وهو وافق وناقشنا. هو لو العميل طلب منك انك تنحتي الرسومات بتاعته ده موضوع تاني، لكن انت بتقولي انا عملت ودورت واحنا السيميلر مش ايدنتيكال والقصص الحاجات الغريبه اللي انت قلتيها دي فكك. لو كنت قلت العميل هو اللي طلب كده وانا مجرد نفذت، ساعتها كان ممكن شويه الموضوع يطلع براكي، لكن باللي انت بتعمليه ده مش هينفع. بعد اجتماع البنك المركزي اللي فات كنا اتكلمنا ان السوق السوداء السعر فيها نزل وان يبقى في سيطره بشكل او باخر، لكن الموضوع ده مستمر كتير. هو الموضوع احنا كنا بنقول تقريبا شهر، لكن هو الموضوع ما اخدش اكتر من اسبوع والدولار رجع تاني في السوق السوداء عدى ال 40 جنيه. وفي وسط ما احنا منتظرين ايه اللي هيحصل، هل هيبقى في قرارات جديده عن حاجه ليها علاقه بالاستيراد، طلعت قرارات جديده ليها علاقه بزياده بعض الرسوم والجمارك على بعض المنتجات وبعض الخدمات. طلع قرار ان في رسوم على السفر، لو قاعد مسافر بره مصر هيدفع 100 جنيه، لو اي حد جاي مصر في محافظات معينه هيدفع 50 جنيه، في رسوم اضافت لو انت هتشتري حاجه من السوق الحره، وفي بعض السلع الثانيه زاد عليها جمارك او زادت الرسوم بتاعتها. وفي مداخله لوزير الماليه برضه كتب في برنامج عبر اديب بالصدفه، اتكلم يا جماعه ان البنود دي هي اصلا موجوده والحاجات بتاعتها زادت، يعني ال 100 جنيه اللي هي بتاعت السفر بيقول ان هي كانت موجوده 50 جنيه قبل كده، وكانت بتدفع على اي تذكره سفر قبل كده، كل الموضوع ان هي بقت من 50 ل 100. نفس الكلام بالنسبه للسياح بس اتحددت في محافظات معينه. بالنسبه للسلع هو قال ان السلع كلها مش سلع معمره او مش سلع اساسيه بالنسبه للشعب المصري، ومعظمها بيكون او كلها بيكون مستورد. برضه بالنسبه للموضوع بتاع السفر قال ان هو كان موجود قبل كده وكان 2% وبقى 3%. هو اتكلم في اطار ان كل الحاجات دي بهدف زياده موارد الدوله، الزياده دي ما تكونش باي شكل يمس السلع الاساسيه للمواطنين وما تكونش جايه على الطبقه اللي تحت متوسطه. بص حضرتك، وانا ما عنديش مشكله خالص في اللي حضرتك بتقوله، ولكن الفكره دايما هي انه الخطط بتاعتنا مش طويله الامد، هي خطط قصيره الامد. يعني احنا بنتكلم على حاجه تلحق السنه الماليه بتاعت السنه دي، تظبط معانا السنه الجايه، لكن مفيش خطه لمثلا 5 سنين قدام ان احنا مثلا ميزان المصروفات والمدخلات يتظبط. ما عندناش لسه الخطه دي، فهو ده اللي انا مستنيه الصراحه، ان يبقى في خطه طويله الامد. اكتر موضوع كان فيه كلام الاسبوع اللي فات وهو اللاعب احمد فؤاد بخدود، لاعب مصري لاعب مصارعه كان مع المنتخب في معسكر، وصح في يوم الصبح ما لاقوهوش وقالوا ده سافر دوله اوروبيه عشان ياخد جنسيتها ويلعب باسمها. ومن هنا الكلام والخناقات ما وقفتش، من اول انه اصلا كان اخذ مكافاه فوز 16000 جنيه وتم استقطاع منها جزء كبير جدا ضرائب ودمغات وغيره، ورسم الموضوع على 2000 او 3000 جنيه، وبعدين قالوا لا ده هو اصلا كان عليه سلف من الاتحاد وجابوا بواه على التلفزيون
وبعدين قالوا طب ده هرب ما هربش، طب نعمل له برنامج تأهيل، والخناقه وسعت لحد وصفه بالخيانه. من بعدها طلع اكتر من لاعب في الالعاب الفرديه وبالتحديد في المصارعه يعني، او بالاكتر في المصارعه، كل واحد كان بيتكلم على الصعوبات اللي كانت موجوده على مدار اللعبه. بيتكلموا كلهم انه في اخر 5 أو 6 سنين الدنيا اتحسنت شويه، ولكن كلهم ما نافوش انه في صعوبات وفي مشاكل. وما بين اللي اتكلم انه تمثيل الوطن وتمثيل مصر ما يغيروش اي حاجه تانية، وبين اللي اتكلم انه المرتب اصلا بعيد جدا وخلينا ساجلين احسن. وهنا خلونا نتفق على كام حاجه. اولا بالنسبه للرياضه وخصوصا للرياضات الفرديه، احنا عارفين ان في مشاكل، عارفين ان في فساد، عارفين ان مفيش دعم. احنا كجمهور بنفتكر ان دي من الاولمبيات للاولمبيات، وبنفضل نراهم بعد الاولمبيات بننساهم. يمكن استثني من الموضوع ده السكواش شويه، هي اللعبه اللي مؤخرا بقى فيها دعم وبقى فيها سبونسرز وبقى فيها فلوس، لكن غير كده اي رياضه فرديه الناس بتشتغل مجهود او اي حاجه وصلوا لها بجهودهم تماما. الحاجه الثانيه ليه فكره وصف اي حد هيروح ياخد جنسيه بلد ثانيه ويمثلها بالخيانه؟ هو اي مواطن لو راح سافر بلد ثانيه واخد جنسيتها وقعد هناك بقى عايش هناك وبيشتغل هناك وبيدفع ضرائب هناك يبقى خاين؟ قيس على كده في اي مجال من المجالات، دكتور، محاسب، مهندس، اي مجال. ليه اشمعنى الرياضي اللي هيروح يمثل بلد ثانيه تقول عليه خاين وعميل؟ وقلنا كده على دكاتره وفاكرين لما كانت وزاره الصحه السابقه بتتكلم ان الولاد اللي سافروا او الدكاتره حديث التخرج اللي سافروا يبقوا مش صايمين العهد والخيانه والكلام ده كله، وكلنا هاجمنا وقتها وزاره الصحه، والاغلب مننا هاجم وزاره الصحه او وزيره الصحه. ليه بقى مش نفس المنطق مع لاعب؟ واحنا اي رياضي ليه عمر معين في الملعب، يعني انت بحكم السن انت لو مبتدي من وانت صغير الفتره بتاعت الاحتراف فهي فتره صغيره، بعد كده السن ليه احكامه وهتعتزل. انا مش بقول الولد صح او غلط، انا كل اللي بقوله انه ما ينفعش يتقال عليه خاين لمجرد انه هياخد جنسيه بلد ثانيه. وفي محاولات دلوقتي ان هو يرجع، اتعرض عليه منحه تاهيل وتدريب، وكان نجيب ساويرس على تويتر قال ارجع بس وانا هظبط لك كل حاجه، فممكن يرجع، الله اعلم. بس كده دي كانت اكثر اخبار ترندنج الاسبوع اللي فات على السوشيال ميديا، مصادر كلها موجوده في الديسكربشن على اليوتيوب، كومنتس مفتوحة يوتيوب وفيسبوك وانستجرام وتيك توك كمان. مهم جدا ان الدنيا مش طبيعي نختلف، لكن لازم دايما نحترم بعض. لو عجبتكم الحلقة لايك سبسكرايب شير في كل حتة. اشوفكم ان شاء الله على الحلقة اللي جاية. سلام.